صباح الخير، أنا اسمي إسلام سعيد، مصري مقيم جديد في اليابان، وقررت إن أنا أي مكان جديد بشوفه نروح نشوفه سوا. وقررت إن أنا النهاردة أجي مكان اسمه تاكاو فيليج، هو بجانب نهر اسمه كيوتاكي ريفر، نهر كيوتاكي في شمال غرب مدينة كيوتو اللي هي كانت العاصمة زمان قبل طوكيو لليابان. معلش اليوم النهاردة في رطوبة عالية جدا زي ما انتم شايفين، فان شاء الله النهاردة هنشوف مناظر طبيعية جميلة جدا مع بعض، ويلا بينا نشوف. المجهود مش طبيعي زي ما انت شايفين، لان الطرق هنا كمان ما بيكونش ممهدة خالص، وبيكون الموضوع متعب جدا خصوصا لو الرطوبة كمان عالية. بس طبعا هو في زي ما هتشوفوا دلوقتي كده مش لاند سلايد، بس هو من المطرة في شجر طبعا بيقع على الطرق، واحيانا الطريق ما بتحملش وبيقع خالص. فاحنا بسم الله الرحمن الرحيم هنعدي، نحاول زي ما انتم شايفين في شجر كبير وعجبني هنا. برضو في شجر كبير واقع. طبعا انا اكتشفت ان بعد الكيلو اللي انا مشيته طلع فيه 2 كيلو كمان لازم امشيهم عشان اوصل للمكان اللي فيه الووتر فول. طبعا لسه مش الووتر فول، بس ده الطريق اللي بيودي ليه. الاتموسفير هنا يا جماعه فظيع فظيع. يلا تعالوا اوريكم الطريق. كده رحلة النهاردة خلاص انتهت، والحمد لله، يا رب تكونوا اتبسطتوا.
وإن شاء الله الجو يكون يتحسن، وأشوفكم الأسبوع الجاي في مكان جديد وفيديو جديد. أشوفكم على خير.